السلام عليكم، معكم كابتن رامي، بحييكم في الصباح الجميل. اليوم على عجالة راح نتكلم عن أروع المنتجات اللي أنا بستخدمها شخصيا من أكثر من 10 سنين لتنظيف القولون والجهاز الهضمي والحفاظ على الصحة العامة، خاصة قبل رمضان وإحنا داخلين على رمضان. هاي المنتجات اللي دائما بعمل عنه مئات الفيديوهات اسمه الشيك أوف تنظيف القولون. شيك أوف عبارة عن منتج ماليزي، ألياف نباتية، شوفان، كركديه، نشا، جهاد خالي، تمام، خالي من الجلوتين. الناس اللي عندها حساسية القمح والحبوب من صبغ الجلوتين موجود في الحبوب، هذا المنتج خالي من الجلوتين، تمام. بيعمل عملية مثل الاسفنج داخل بطن الإنسان، فبيمتص الغازات، البكتيريا، الفضلات الضارة، الحاجات المتراكمة على جدار القولون من الداخل، تمام. ما بسبب إسهال شديد، ما بسبب مغص شديد، ولا بسبب تجروحات ولا تقرحات. نستخدم كالأهزة هيك 200 ملي مي باردة تكون، أو يعني عادية، مش مي سخنة، مي باردة، تمام. في منه نوعين، في هذا بسكر، في هذا بدون سكر، في بسكر في بدون سكر. احنا حاليا رح نستخدم اللي بدون سكر، نفس المفعول، تمام. سكر بالطريقة هاي، نفضه هيك، تمام، بالطريقة هاي، وبنشرب فورا على معدة فاضية، على معدة فاضية، تمام، عشان ما يكون فيها أي حاجز بين المنتج بين جدار الأمعاء والقولون، عشان يشتغل على راحته، تمام. هنقول بسم الله. نتذكر هذا المنتج مش دواء، مش دواء، مش علاج نهائي لأي حالة مرضية. بعيد بكر، هذا منتج طبيعي مفيد جدا لتنظيف القولون والجهاز الهضمي. بسم الله. هيك بكون أعطيت جسمي حاجته من الألياف، تمام، اللي هو محتاجها. فالمنتج جدا فعال، جدا رائع، تمام. سواء واحد عنده مشكلة صحية، ما عندوش مشكلة صحية، واحد محتاج كل فترة ينظف جهازه الهضمي، زي ما بفرش أسناني كل يوم، بتحمم، بغسل سيارتي، برضو أمعائي من الداخل محتاجة كل فترة تتنظف. والألياف مهمة جدا لعملية اللي هي تنظيف القولون وإخراج الفضلات، تمام. عندي منتج ثاني برضو بنصح فيه، اللي هو اسمه منتج شراب الكلوروفيل أو سبلينا كلوروفيل، طبعا برضو من شركة إدمارك العالمية، عندهم في الإسمارات اسمه SC، تمام، أو هو عالمية اسمه سبلينا كلوروفيل، تمام، اللي بيكون الأزاز هاي لونها أخضر، هاي من هون، يعني في الإمارات هون SC، تمام، سبلينا كلوروفيل. ها، عبارة عن دم النبات من ورق التوت الأبيض، في أعلى نسبة كلوروفيل اللي هو اليخضور، وهو اللي بيعمل عملية البناء الضوئي. منتج رائع. هاي هو عبارة عن مركز طبعا جدا، احنا راح نستخدم كمية قليلة، تقريبا مقدار غطاي، مقدار غطاي كأنك أكلت كيلو كامل خضار وفواكه، كيلو كامل خضار وفواكه ني غير مطبوخ. نستخدم بالطريقة هذه كمية قليلة، تمام. مسكر زاد طبعا، ندير بعد من مركز جدا، ممكن يوسخ الأواعي، يعني مثلا لو أزاز مايزي هيك ممكن نحط لنا غطايتين، مقدار غطايتين، نسكرها، تمام. بنشرب منه طول اليوم، بنشرب للأطفال، للرضع، للمرضعات، للحوامل، لأي حدا. هذا المنتج رائع، ما فيش عليه أي محاذير، بيعطي أكسجين نقي، بيعطي حديد، بيعطي هذا معادن في الجسم، فيتامينات. أهم شيء إنه بيساعد الجسم إنه يتخلص من عملية الحموضة الزايدة في الدم، الحموضة الزايدة تاعت المعدة هاي، الارتجاع المريئي، جدا رائع. بيعطي وسط قلوي، وسط قلوي مهم جدا لمحاربة الفيروسات والبكتيريا في الجسم. بسم الله. بكملها بعدين، تمام. فهي نصيحة كابتن رامي للحفاظ على الصحة العامة. منتجات طبيعية رائعة، متوفرة في دول كثيرة، مرخصة، أنا مرخصة في الأردن شخصيا، وتوفر هون في الإمارات وأي مكان تاني حسب الطلبيات. تتواصل معنا من خلال الفيديو هذا، ورقمي راح يكون موجود، تتواصل معي على الواتساب، تمام، بوصلكم المنتج أي مكان. وطبعا كل مكان بيكون السعر مختلف لأن حسب الدولة وحسب تكلفة الشحن والتوصيل.
وعندكم أي استفسارات تتواصل معي أو من فريق العمل ويعطيكم العافية. فبتذكر الوقاية خير من العلاج، وإحنا داخلين على رمضان وكثير ناس بتعاني في رمضان بسبب خربطة الأكل وعدم الانتظام في الأكل وتراكم الفضلات. تمام، فهذا المنتج رائع، منتجين رائعين توأمين بيشتغلوا مع بعض، جسم الإنسان الحفاظ على الصحة العامة. يعطيكم العافية، كان معكم كابتن رامي.